الهدف الاول مع نادي ليفربول يا جماعه على نفس الدرس مش بس الاحتفال ده. كلوب ده لازم نقنعه ان هو لعيب يا جماعه، لازم نقنعه ان هو لعيب. العب احمر الله ولا وسع كده حلو قوي. ازيك شباب، عاملين ايه؟ اهلا بيكم فيديو جديد وحلقه جديده من مهنه لاعب مع نادي ليفربول الانجليزي فيفا 22. الغيبه يا جدعان، وحشوني جدا جدا والله، ومتاسف جدا جدا على الغيبه دي، وان شاء الله مش هتتكرر تاني. فبجد يا جماعه وحشوني جدا جدا، ويلا بينا بقى نبدا اول يوم كده مع نادي ليفربول بقى، وننزل الملعب مع مو صلاح حبيب قلبي. طبعا هشق طريقي للعالميه يا جماعه، كفايه دوري مصر خلاص، انا بقيت اوروبي دلوقتي. فيلا بينا من غير ما نطول، بس قبل ما نبدا الفيديو بقى لا تنسوا تشتركوا في القناه، شيك القناه واستوفوا على الجرس عشان يوصلك كل جديد. وطبعا يا جماعه اللايك، حط اللايك اهم حاجه اللايك. فمن غير ما نطول يلا بينا. يلا بينا ونبدا شباب المباراه الاولى مع نادي ليفربول الانجليزي. طبعا كلوب يا جماعه بينزلني في الدقيقه الاخيره، ماتش ودي، نزلني مكان محمد صلاح حبيب قلبي، يعني يوم ما انزل محمد صلاح هيطلع. فنبدا يا جماعه، طبعا هي ربع ساعه اخيره، يا اما اثبت فيها نفسي يا اما لا. رامي التماسي هنا يا جماعه في وقت خطر جدا. طبعا احنا كسبنا 2-0 فما نقلقش خالص. اهي الله الله، يلا عمير اول جون النبي، اول جون حلو حلو، ركنيه خطيره، يا سلام على الرفعيه، يا سلام جول 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 جول. مش حلو مش حلو على النادي الصراحه، اول كره الميزه كده وارفعها تيجي جول، هدف حلو قوي قوي من فان دايك. بص يا جماعه الرفعيه، لا الرفعيه هي كل حاجه، ايه الرفعيه اهم حاجه، بس الواد شاطها حلوه قوي. طبعا كلوب بقى من الفرح رفعت راسه يا جماعه في الملعب، يا سلام ترجع لعميره، عميره يا سلام بقى، يلا بقى سوسو، يا نهار اسود، تسلل تسلل، لا مفيش تسلل مفيش تسلل، مين يجي يا لهوي، ضاعت 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 ضاعت. اوه حلوه، هدف رابع، وش حلو على ليفربول، وترجعنا وشي ما شاء الله، هاجي هناخد كل البطولات اكيد. لكن انا زعلان يا جماعه، زعلان برضو ان نزلت مكان محمد صلاح، بس اكيد عشان ماتش ودي يعني، فكلوب بيريحه شويه. اوه حلو قوي، عملت حلو قوي، وش حلو، جبنا جولين في 5 دقايق. العب تاني العب تاني، الله يا جول يا لهوي، والله حرام عملتها حلو قوي. بص يا جماعه بشمالي مع اني يمين، ولكن حلو الحارس جابها، كان هيبقى جون حلو قوي في اول ماتش. طبعا وحش، احنا عملنا اسيست والدنيا خربانه. وينتهي معانا يا جماعه الماتش الاول مع نادي ليفربول. طبعا انا نزلت في اخر ماتش، ولكن كان اداء خرافي الصراحه. ايوه بقى بشجع جماهير ليفربول، يا سلام. بص يا جماعه تقييم المباراه ايه ده، معدل استغلال الفرص 0 يا جماعه. ونبدا شباب الماتش الثاني معانا النهارده مع نادي ليفربول. طبعا يا جماعه لسه كلوب مش عايز ينزلني اساسي، فهو منزلني احتياطي، ولكن بيجربني، ده اول مباراه في الدوري الانجليزي. فنبدا شباب في الدقيقه 83، انا مش عارف يا جماعه احكي كلوب معايا، كلوب يا جماعه منزلني في اخر ماتش بس. طب انا هعمل ايه، انا مش عارف، انا عايز اجيب اجوان وعايز اخد فرصتي اصلا، اديني فرصه اصلا، تعالى فهمني تعالى فهمني، حلوه قوي العمره، يا سلام. مش عارف بقى صلاح نزل ولا صلاح نازل، صلاح نازل الحمد لله، العب مع صلاح، تعالى يا اسطى، ماشي ما علينا ما علينا، تعالى الله، العب بقى هنا هنا، حلو، جول 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 جول. الهدف الاول مع نادي ليفربول يا جماعه على نفس الدرس، مش مصدق الاحتفال ده، مش مصدق نفسي يا جماعه، لا لا لا، اخيرا جبت اول هدف في ثاني ماتش، وفي 20 دقيقه بلعبهم جبت هدف، يا سلام، شكرا يا فابينو، شكرا يا مش عارف فابينو ولا بيلو ولا مين، اجويرو اجويرو يا جماعه. لا لا لا، بدايه جامده جدا جدا يا جماعه، انا متفائل في مسيرتي الاحترافيه في اوروبا، ان انا هكسر الدنيا يا جماعه، طبعا مع اخويا وحبيب قلب محمد صلاح، احنا الاثنين يعني. ترجع تاني لعميره، يا سلام بقى، يلا بقى عميره، ايه ده؟ عميره، يا سلام يا صلاح، تعالى تاني يا صلاح، حلو يا صلاح، خد صلاح تاني، يا سلام لو تلعبها يا اسطى، يا لهوي خطيره، لسه الكره فيها، لسه الكره فيها العميره، جول يا لهوي يا جدعان، جول. ماتش جامد جدا جدا، تخيلوا مع اول ماتش عملت اسيست، وتاني ماتش كنت تكون يعني ايه، ماتش ناري من عميره، يا سلام على البدايه، يا سلام على البدايه، يا سلام. فين صلاح يا جماعه، فين صلاح حبيب قلبي، تقييم ناري جدا جدا في المباراه، تقييماته بقت تعلى، والحمد لله يعني جبت هدف في سجلي. نشوف الهدف يا جماعه، بص يا جماعه الهدف اللي جبناه، واول هدف مع ليفربول طبعا يتسجل، اول هدف في اوروبا، يا سلام حلو قوي، شكرا اجويرو، حلو قوي يا جماعه الفينش، الحارس كان هيجيبها بس الحمد لله. بص يا جماعه، هو الصراحه الواد مديها لي جول، انا لو ضيعتها ماليش فيها خالص، فرحه جامده جامده. غرفه الملابس زي ما انتم شايفين، كلوب كان محضر السبوره بيشرح لنا يا جماعه، بس الصراحه المفاجاه ان اجويرو في ليفربول، دي المفاجاه يا جماعه اللي فاجئتني الصراحه. طبعا يا شباب بقى الصحف الانجليزيه، شايفين يا جماعه الصوره بتاعتي، عميره هو بطل جديد يترك بصمته، يا سلام يا سلام على الكاتب اللي كاتب البتاع ده. ونبدا يا شباب المباراه الثالثه مع نادي ليفربول، مش عارف كلوب ليه مصر، يعني انا جبت جون وعملت اسيست، ولكن نزلني نص ملعب مكان تياجو، محمد صلاح برده طلع في الماتش، مش عارف ليه، مع ان انا قايل لكلوب ان انا بلعب راس حربه، ولكن هو لعبني نص ملعب، واضح ان المدربين في الدوري الانجليزي متحنكين كتير يا جدعان. يا سلام يا عميره، حلوه قوي لاجويرو، الكوره لعميره تاني يا جدعان، اجويرو الله الله، يا لهوي يا لهوي،
لسه برضك معاه في اداء مروان محسن، لسه في اداء ده برضه لسه. غبي غبي غبي، ضيعت هدف، هدف مهم جدا. العب لما نلعب، لما انا بالله عليك. ايوه بقى مع كلوب ده لازم نقنعه ان انا لعيبك، لازم نقنعه ان انا لعيب. العب احمر الله، ولا وسع كده حلو قوي. واضح يا جماعه ان كلوب هيطردني من النادي وهيفسخ العقد، مش هديه الشرط الجزائي كمان. وقت انتهى يا شباب المباراه الثالثه، وما زلنا بننزل 10 دقائق 7 دقائق. انا مش عارف انا هقضي 7 دقائق كده مع ليفربول كتير ولا. تبديل في الدقيقه 77 لنادي ليفربول، بنزول عمير مكان فيرمينيو. ولكن يا جماعه قدام مين؟ قدام تشيلسي في الدوري الانجليزي، وصفر صفر. كلوب حاطط امله ان انا اجيب جول. لو جبت يا جماعه انا جول في الماتش ده، احتمال كبير كلوب ينزل ناس ياس بعد كده. لحظه مهمه جدا جدا، لو جبنا جول يا جماعه ليفربول خلاص انا كده بقيت الكينج الثاني بتاع الفرقه. طبعا الكينج الاول يا جماعه مو محمد صلاح، اخويا حبيب قلبي. تفهم يا دوك، اقسم بالله علينا بتفهم. يلا بقى الهمير، هي انفراد انفراد جول. مندي ده جه في جول ازاي؟ حرام والله يا جماعه، الكره دي كانت جون، كنت هفرح قوي، كنت هفرح قوي. اوه هي حميره، هجمه خطيره حلوه قوي. يلا حميره، يلا بقى هي هي الهجمه دي جول، الهجمه دي جول يا جماعه. انا متفائل متفائل. يلا يلا حميره، هي مين مين؟ تعالى خد خد وتعالى. يا نهار اسود يا اسطى، مش بسرعه كده، مش بسرعه، استنى. الله تعالى تعالى فين؟ الله هي دي يا جماعه جول جول. اعمل له يا جماعه، انا مش عارف اعمل له، اعمل له ايه طيب؟ معاهم خفاش، معاهم خفاش يا جماعه والله ما عارف. وقت انتهى المباراه يا شباب معانا بتعادل سلبي مع نادي تشيلسي. طبعا يا جماعه حاولت، عملت اللي عليا. انتوا شايفين الواد هيعيط اهو. بص يا جماعه الواد حرقان ازاي؟ انا مش عارف، مش عارف يا جماعه، مش عايز تيجي. عمل شوط وباص، مفيش جوان، عايز تقييم كويس في المباراه، مش وحش، تقييم كويس. لا لا بس يا شباب بدايه ناريه جدا جدا، وطبعا فرحت جدا جدا بالاداء اللي انا عملته، رغم ان انا كان نفسي اجيب هدف في ماتش تشيلسي، ولكن حظنا حظنا كده يا جماعه. فهنعوض في الماتشات الجايه، هنعوض كده. انتهى الفيديو معانا يا شباب النهارده، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. وان شاء الله مش هنغيب تاني، مش هنغيب تاني اكيد. ما تنسوش بقى اللايكات، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.